أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم السيد محمد الأجرم مؤسس لمشقيات آيس كريم. حب نرحب فيك أولا. أهلا وسهلا فيكم في المشقيات، شرفتونا. أهلا وسهلا فيك، نورتنا ونورت شاشة برنامج رواد الأعمال. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. محمد نواف الأجرم من سوريا، مقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة من تقريبا 20 سنة، من سنة 2000. ما شاء الله ما شاء الله. خبرنا أكثر أستاذ محمد عن الفكرة، شو فكرة الدمشقيات؟ والله أخي الكريم، الفكرة الدمشقيات من خلال خبرتنا القديمة بسوريا من سنة التسعينات تقريبا، وتميزنا بإنتاج الآيس كريم العربي بجميع أنواعه، الفواكه الطبيعية وكل شيء منتج خالي من أي شيء، فقط الفواكه الطبيعية والمنتج يعني مثل ما بيقولوا رقم واحد. ما شاء الله عنكم، يعني الخبرة تحكي لحالها مثل ما بيقولوا. الله يسلمك. طبعا أستاذ محمد، مثل ما بتعرف سوق الإمارات والمنافسة الشديدة في سوق الإمارات، خصوصا سوق الشارقة بمجال الحلويات والبوضة، خبرنا أكثر عن بميزك عن باقي المنافسين في السوق. والله أخي الكريم، نحن نتميز بأشياء كثيرة، يعني نحن منتجاتنا بتتضمن جميع الأنواع المعروف عن البوظة العربية في البلد، أنه هي عبارة الحليب والفستق، الفستق الحلبي. فنحن دمشقيات نتميز بإنتاج البوظة العربية، جميع أنواع الفواكه الطبيعية اللي هي 100%، جميع الأصناف، أكثر نتميز بالحلويات بالبوظة العربية، نتميز بالجاتو المحشي البوظة العربية. يعني منتجنا بالبوظة مش مجرد أنه فقط حليب وفستق، نحن نتميز ب زي ما قلت لحضرتك أنه بأشياء كتير كتير كتيرة، والعصائر الفريش وزي ما شفت حضرتك. يعني ما شاء الله، جميع ما يتعلق بالبوظة العربية، سواء من الحلو، سواء من العصائر، أو سواء من البوظة نفسها. نعم. معنا اليوم العم منصف أبو صبحي، شرفتنا طبعا. أول شيء خبرنا أكثر عن الطريقة الصحيحة لعمل البوظة العربية. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. وسهلا فيك. نحن البوظة العربية هي عبارة عن حليب فريش طبيعي، ما حليب بودر، وهو معروف أنه حليب وفستق وقشطة البوظة العربية، بس نحن طورنا فيها ودخلنا فيها الفواكه الطبيعي، يعني طورنا في المصلحة كثير وسوينا تجارب كثير، وطلع معنا انه الفواكه الطبيعي مع الفريش مع الحليب الطبيعي طلع معنا نكهات كثير رائعه. دخلنا التوت الشامي، دخلنا الليمون الفريش، دخلنا الفراوله، دخلنا المنو سلوى، دخلنا الليمون، دخلنا المانجا، دخلنا عده اصناف الشوكولا، فرط الشوكولا كثير رائع. فهي هي الشغلات كلها نجحت مع الحليب الطبيعي. تمام. خبرنا أكثر عن الأصناف الموجودة حالياً، أنا شايف تنوع بصراحة. تمام. وشي صراحة حتى العين فعلياً بتنبسط لما تشوف هيك ألوان وهيك تنوع. آمين يا رب العالمين. البوظة العربية دخلنا عليها حتى موضوع الجاتو، الكاسيتا، موضوع الجاتو مع البوظة. ففي جاتو سادة مع البوظة، وفي جاتو عم نزينه كريمة مع اللوز، مع البروكان، مع الكريم، مع الشوكولا السائلة، في عدة أنواع وأشكال. يعني في عندك مثلا ليمون فريز وتوت، في عندك شوكولا الحل، في عندك شوكولا مع البروكان، عندك فانيل مع الشوكولا. ففي أصناف وفي مجال أنك تتوسع أكثر وأكثر في المصلحة. خبرنا أكثر عن الرؤية والهدف لدمشقيات. والله الرؤية أنه نحن نوصل لكل الناس وتتذوق المنتجنا وتستمتع بلذته، يعني أشياء كثيرة، نوصل لمستوى عالي مرحلة ولا مرحلة إن شاء الله. طبعاً طاقم عمل برنامج رواد الأعمال وقناة ABC تتمنى لكم دائم النجاح والتوفيق إن شاء الله في الأيام القادمة.
الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة النعمة التي يحسد عليها جميع من يقطن على هذه الأرض الطيبة. خبرنا أكثر ماذا يعني لك الأمن والأمان في الدولة؟ والله الحمد لله رب العالمين، نحن بنعمة ونحن نعشق دولة الإمارات العربية المتحدة ونعشق شيوخها، ونتمنى أن هي وطننا الأول والثاني بالفعل، ونتمنى أنه نقضي كامل حياتنا فيها نحن وأهلنا وكل المقربين لنا إن شاء الله. في نهاية الحلقة حابين نتشكرك على وجودك معنا اليوم في البرنامج، وشرفتونا ومحلكم ونورتونا. نورتنا والله ونورت شاشة القناة. طبعا أستاذ محمد شرفنا فيك وشرفتنا اليوم في اللقاء. حابين نعرف كيفية الوصول والتواصل لدمشقيات آيس كريم. أهلا وسهلا فيكم، نحن موجودين بالشارقة شارع الخان منطقة الخالدية قبل دوار الشاطئ ما شاء الله. طبعا جميع أرقام التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي سوف تظهر أسفل الشاشة. شكرك مرة أخرى. إلى هنا أعزائي المشاهدين، ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز أستاذ محمد. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله. تود دمشقيات، رحم الله شيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، رحم الله الشيخ خليفة، وطال الله بعمر الشيخ محمد بن زايد ورئيس الدولة، والشيخ السلطان القاسمي والشيخ محمد بن راشد. أتمنى زيارتكم محل الدمشقيات بالبوصة العربية في الشارقة، وكل الشكر والمحبة لدولة الإمارات الحبيبة. مع السلامة.